ألف مبروك يعني تتويج، والكل يعلم من وقف خلف ثلاث بطولات حققها نادي الكويت، واليوم بالرغم من انشغالاتك وبالرغم من موقعك السياسي تأتي وتؤازر وتساند، ألف ألف مبروك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أنا سعيد لأن النهائي كويتي، وأن فريقان شقيقان هما الكويت والقادسية وصلا إلى النهائي، وبالتالي لن ولم يكون هناك خاسرا. لو فاز القادسية أيضا سيكون شرف لنا ومفخرة، وفوز الكويت أيضا شرف لنا ومفخرة. أشكر حقيقة الجميع، الاتحاد الآسيوي والاتحاد الكويتي على التنظيم الرائع. أشكر لاعبي الفريقين اللي قدموا مباراة ممتازة، مباراة مفتوحة، مباراة فيها لمحات فنية كثيرة، مباراة حماسية خاصة في شوطها الثاني. الشوط الأول يمكن كان مسكر وهذا أمر طبيعي يعني بسبب أهمية هذه المباراة وأهمية هذه البطولة، إلا أنا أعتقد بالشوط الثاني الفريقان قدما مستوى يشرف الكرة الكويتية. وأتمنى حقيقة، وهذا ما قلته للأخي الشيخ سلمان رئيس الاتحاد الآسيوي، أتمنى أن يشاركان هذان الفريقان في الشامبيونز ليج في العام القادم، لأن يعني دليل واضح على تفوقهم في كأس الاتحاد الآسيوي. الكويت الآن هذه ثالث بطولة يفوز فيها، وصل أربع نهائيات، القادسية وصل إلى نهائيين وخسر بشرف. أقول مبروك لنادي الكويت وأقول مبروك لنادي القادسية. نادي القادسية لم يخسر، اللي فاز فريق شقيق ونادي القادسية أدى اللي عليه، إنما يمكن الحظ ابتسم لنادي الكويت أكثر من القادسية اليوم. وأشكركم أيضا كإعلاميين وكقناة جزيرة على هذه التغطية المميزة، وهذه ما هي غريبة عليكم، وأتمنى إن شاء الله التوفيق.